بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله غادي نديروا الدرس ديال المخالفات من الدرجه الاولى. قبل بعدا غادي نتعرفوا على الغرامات. كتصنف الغرامات والمخالفات الى اربع درجات. مخالفه من الدرجه الاولى كيعاقب مرتكب ديال هذه المخالفه بغرامه كتروح القدر ديالها ما بين 700 درهم الى 1400، يعني كالدوبل. مخالفة من الدرجة الثانية كيتعاقب مرتكب هذه المخالفة بغرامة قدر ديالها من 500 درهم إلى 1000 درهم. والمخالفة من الدرجة الثالثة كيتعاقب مرتكب هذه المخالفة بغرامة من 300 درهم إلى 600 درهم. ومخالفة من الدرجة الرابعة كيتعاقب مرتكب هذه المخالفة بغرامة قدر ديالها ما بين 20 درهم إلى 50 درهم. نشوفوا شنو هما المخالفات من الدرجه الاولى. كاين قطع خط متصل، كاين التجاوز المعيب اللي كيمشيو فيه 4 ديال النقاط، كاين عدم احترام الوقوف في الضوء الاحمر فيه 4 النقاط، وتا عدم احترام علامه ديال التقيف لما وقفتيش في علامه ديال القف حتى هي تيمشيو فيها 4 النقاط. كاين السير في اتجاه ممنوع الخصم ديالو حتى هو 4 نقاط. عدم التوفر على اجهزه الاناره، عدم توفر المركبه على جهاز حزام السلامه التوقيف ديال المركبه، الدخول الى طريق السيارة ولا الخروج من مكان غير مخصص لهذه العمليه، عدم خروج المركبه فورا من السكه الحديديه عند اقتراب القطار، تجاوز السرعة القصوى مسموح بها 30 إلى أقل من 50 كيلومتر في الساعة بالنسبة لجميع السائقين، عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري، عدم مطابقة صفائح التسجيل في عدة توقيف المركبة، انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج لإطار مطاطي على المستوى المحدد من لدن الإدارة، أو وجود تمزقات أو شقوق كتبرز النسيج على الجوانب الإطار المطاطي وعلى الشريط الدارج وفي التوقيف ديال المركبة. توقف المخالف للنصوص الجارية بها العمل ليلا من غير أضواء خارج التجمعات، وبالنسبة للتجمعات العمرانية، وبالنسبة للوقوف المركبة على القناطر ولا تحتها أو داخل الأنفاق أو ممرات تحت الأرض أو على ممر علوي ما عدا في حالة قوى قاهرة. هاد المخالفات منين كتخلص في نفس النهار راه كتكون 400 درهم، وفي حالة الأداء داخل أجل المدة ديال 15 يوم كاملة كيبدا من اليوم الموالي لارتكاب المخالفة كتخلص 500 درهم، وفي أجل أداء داخل أجل 30 يوم كاملة كتبدأ من اليوم الموالي لارتكاب المخالفة 700 درهم، ولما تخلصش كيتحال المحضر للمحكمة المختصة. بالنسبة فين غادي نخلصوا هاد المخالفات، كاين أداء عبر بوابة الإلكترونية الخزينة العامة ولا عبر خدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أو الانترنت أو عبر الصراف الآلي. بهذا نكونوا نهينا الدرس تاع اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.